استعدادات مبكرة بالأوقاف لشهر رمضان الكريم، وكل سنة وانتم طيبين، واللهم بلغنا رمضان، وخصوصا لا صحة لتحديد وقت معين ومحدد لصلاة التراويح. خلينا نفهم أكتر من دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. أهلا بك دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب، واللهم بلغنا رمضان. أستاذ يوسف أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، كل عام وحضرتك بخير، وكل عام وكل السادة المشاهدين بكل خير، وكل عام ومصرنا العزيزة بخير وصحة وأمان. اللهم أمين. وربنا يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. اللهم أمين. قبل ما أروح للشائعات السخيفة، أنا ملاحظ إنه الأوقاف بتستعد من دلوقتي كأنه رمضان بكرة. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خليني أؤكد مع حضرتك يا أستاذ يوسف إن إحنا بالفعل بنستعد استعداد قوي جدا لشهر رمضان المبارك، وعلى الفور السيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجه بإعداد فريق عمل برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني للإشراف على كل ما يلزم الإعداد والتجهيز لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك بالصلاة ودروس العلم ومقارئ القرآن الكريم، كمان بداية من أول الإعداد الكامل لفرش المساجد والصيانة وكل هذه الأمور التي يترتب عليها أن يكون المصلي يعني في جو روحاني مناسب وملائم لهذا الشهر الكريم. خليني برضو أؤكد لحضرتك حاجة، إن في توجيهات صدرت من القطاع الديني بالتنسيق لإعداد ملتقى الفكر الإسلامي، هيكون في كل محافظة يقام ملتقى الفكر الإسلامي، وهيكون في محافظة القاهرة طبعا الملتقى الرئيس في مسجد مولانا الإمام الحسين بمشاركة كوكبة من أعضاء هيئة التدريس ومن دار الإفتاء ومن جامعة الأزهر ومن كبار العلماء لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك في ملتقى الفكر الإسلامي. وبالمثل هيكون في كل محافظة، هيكون في المسجد الجامع، هيكون في ملتقى الفكر الإسلامي أيضا. إلى جانب يا أستاذ يوسف هيكون عندنا مثل العام الماضي إحياء ليالي شهر رمضان في مسجد مولانا الإمام الحسين بحضور كوكبة من كبار القراء على نفس وعلى غرار التجربة اللي حصلت العام الماضي، وكان بتنقلها قناة الحياة مشكورة على الهواء مباشرة. حلو. برضو يعني أؤكد مع حضرتك إن وزارة الأوقاف عدت خطة قوية جدا مشتملة على دروس علم ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف لجميع أنشطة الوزارة في شهر رمضان، وده يهيئ أجواء التعبد في هذا الشهر الكريم على الوجه الأكمل بإذن الله. وإحنا كمان بنؤكد إن إحنا في هذا الشهر الكريم وجهنا جميع الأئمة على أهمية التخفيف على الناس، بحيث ما يكونش في اي مسجد من المساجد الا ويكون فيها تخفيف مراعاه لاصحاب الاعذار وكبار السن والاطفال. وكمان تم التوجيه لجميع المدريات باعداد المساجد اللي هيقام فيها صلاه التهجد والاعتكاف، وده بيتم بمعرفه المدريات مناسبه لان يكون الجو الروحاني مناسب للشهر الكريم، وكذلك ايضا لاقامه جميع الشعائر في امان وسلام وطمانينه. طب أنا عندي طلب ورجاء وأمنية وحلم. اللي عملته السنة اللي فاتت في مسجد سيدنا الحسين رائع، نفسي بقى نعمل إيه شبهه في كل محافظة في 27؟ يعني ألاقي مثلا إيه في مسجد مولانا سيدي أحمد البدوي، ألاقي حاجة كده سيدي عبد الرحيم القناوي، ألاقي حاجة كده عند سيدي المرسي أبو العباس وفرصة المرسي قدام الإمام البصيري، فهي ساحة واحدة يعني، ومش بس القاهرة واسكندرية وطنطا وجنة. لا أنا عارف إنها ميزانية، بس الأوقاف أغنية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، واللهم لا حسد أهو. طلب حضرتك قيد التنفيذ، وبالفعل في خطه بيتم تنفيذها على غرار ما تم في مسجد مولانا الامام الحسين. في مسجد جامع في كل محافظه. الله هيتم اكبر. فيها ما يحدث في مسجد مولانا الامام الحسين. أيوة سيكون كده. على غرار نفس ما يحدث في هذا المسجد يحدث في المسجد الجامع في كل محافظه. اللهم صل على كامل النور. المساجد اللي حضرتك اشرت اليها دي هيكون فيها ان شاء الله نفس الفعاليات التي تقام في مسجد مولانا الامام الحسين. ايوه فرحني اكتر والله. اصل بص يا دكتور، يعني حضرتك سيدي العارفين هي ذكريات رمضان يا استاذ يوسف.
دي والله دي بركات كده والتجليات جايه من عند ربنا سبحانه وتعالى بمناسبه الشهر الكريم. رب يا ربنا يبلغنا واياك لا تكون دي ساعه الاستجابه. طب ندعي والنبي يا رب انت عالم باللي في قلوبنا. وربنا يعينه علينا وعلى مصر وعلى المصريين وعلى الامه العربيه والاسلاميه وعلى البشريه جمعاء بالامان والسلم والسلام. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. كل الشكر ليك يا دكتور، كل الشكر لدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزاره الاوقاف.